طلب المصلّيون بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لما حاجة المحافظة لذلك. نينوى بأمس الحاجة لإسراع لتشكيل الحكومة، لأن هناك العديد من الدوائر الدولة وغيرها متوقفة على تشكيل الحكومة مثل الطابو وتعويضات وشهداء. فيعني نينوى الآن وقت حرج، يعني نحن نتمنى أنه بأسرع وقت أن تكون تشكيل الحكومة في سبيل حلحلة هذه المشاكل التي موجودة داخل مدينة نينوى. حقيقة يجب أن يكون اتفاق بين البيوت الثلاثة، البيت الشيعي والسني والكردي، من أجل الاتفاق على تشكيل الحكومة. اليوم نرى هناك تأخير من بعض الجهات السياسية، وهناك شرخ بين داخل بيت الشيعي في المحافظات الوسط والجنوب. يجب الإسراع في تشكيل الحكومة. اليوم كثير من الأعمال متوقفة جراء تأخير هذه الحكومة. نتمنى يكون أكو حكومة حقيقية تقدم خدمة لهذا البلد. الشارع المصلي والعراقي ككل يطالب بتشكيل الحكومة بأسرع وقت، يعني كثير من المشاريع متوقفة حاليا، يعني بسبب تأخر تشكيل الحكومة، يعني بما في ذلك التعيينات مع الخريجين الجدد.